ماذا تعرفون عن مبادرة كوفاكس؟ مبادرة كوفاكس هي مبادرة متعددة الأطراف لإجراء أبحاث وشراء وتطوير وتقديم لقاحات فيروس كوفيد 19 بشكل منصف عالمياً. يشارك كل من التحالف العالمي للقاحات والتحسين (GAVI) وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف كشريك رئيسي في مبادرة كوفاكس، والتي هي عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والمصنعين والعلماء والمجتمع المدني والمتبرعين لتأكد من أن اللقاحات متوفرة في مختلف أنحاء العالم. تجمع مبادرة كوفاكس الاستثمارات العالمية لتسريع الحصول على مجموعة متنوعة من اللقاحات كوفيد 19، ولا توفر المبادرة سوى اللقاحات المرخصة من منظمة الصحة العالمية والتي تم اختبارها بدقة وثبت أنها آمنة وفعالة.